مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي بي سي وبرنامج العالم في العالمين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد من هنا من لؤلؤة ساحل البحر الأبيض المتوسط من مدينة العالمين الجديدة، واللي بتحتضن فعاليات وأنشطة مختلفة سواء رياضية أو ترفيهية أو ثقافية أو غيرها من الفعاليات ضمن نطاق مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، واللي انطلقت فعالياته من 11 من الشهر الجاري وبإذن الله مستمرة مع حضراتكم حتى انتهاء شهر أغسطس. خلينا أقول لحضراتكم أن أبرز الأحداث النهاردة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة كان إطلاق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار اطلاق شارع الخدمه الصحيه بالتعاون بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ووزاره الصحه. هذا الشارع الذي يقدم مختلف الخدمات الصحيه لرواد وزوار مدينه العالمين الجديده بالمجان، وايضا اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنميه البشريه عن اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه البشريه ان شاء الله في منتصف الشهر المقبل. زي ما تعودنا بحضراتكم في خلال هذه الفقرة من برنامج العالم في العالمين، بنستعرض من خلال زملائي الكرام المتواجدين في نقاط مختلفة هنا في مدينة العالمين، سواء في منطقة الحفلات أو المنطقة الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية، بنستعرض فعاليات اليوم وما تم على مدار اليوم من فعاليات وأنشطة مختلفة. خلينا أرحب بزملائي الكرام محمد الجباس ومحمد زهران ومحمد شاهين، والبداية من زميلنا محمد الجباس. محمد، اشرح لنا ووضح لنا إيه الفعاليات وأبرز الفعاليات اللي موجودة النهاردة في مهرجان العالمين الجديدة المقام تحت شعار العالم عالمين. إليك محمد. شكرا عمرو، واهلا مشاهدين العالم في العالمين من هنا من مدينه الامل والاحلام، مدينه العالمين الجديده، واستمرار لفعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده. على الصعيد الفني في مهرجان مدينه العالمين الجديده بتستمر الفعاليات الفنيه والثقافيه على كل نقاط او كل شبر في ارض مدينه العالمين الجديده. يعني النهارده العرض الاخير لمسرحيه فيلم رومانسي، وهي كانت من بطوله الفنان محمد عز ودارين حداد. كمان النهارده بيبدا عرض مسرحية التلفزيون من بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم هنا على مسرح النورث سكوير. النورث سكوير هي واحدة من مناطق الترفيهية التجارية الأولى اللي بتطل على شاطئ البحر مباشرة في مدينة العالمين الجديدة. الويك إند الثاني في مدينة العالمين الجديدة واللي خلص امبارح كان شهد زخم كبير، زخم فني في حفلة كانت لقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر يوم الخميس، وحفلة للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي يوم الجمعة. كمان الأسبوع الويك إند الثالث في مهرجان مدينة العالمين الجديدة بيشهد عدد من الحفلات الفنية والغنائية، أبرزها للنجم تامر حسني يوم الخميس 26 يوليو القادم. يعني الفعاليات مستمرة، المسرحيات أو المسرح المصري يضيء من جديد داخل مهرجان مدينة العالمين الجديدة، الحفلات الفنية والغنائية أيضا مستمرة خلال أيام مهرجان مدينة العالمين الجديدة، واللي مستمر في فعالياته حتى نهاية شهر أغسطس القادم. لكن حابب أكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكدت أن 60% من أرباح هذا المهرجان ومن أرباح كل تذكرة في كل فعالية من فعاليات هذا المهرجان توجه إلى يعني ستوجه إلى إخواننا في فلسطين كدعم من الشركة المتحدة للشعب الفلسطيني. ده يعني ملخص للأحداث الفنية والغنائية، ما تم في الويك إند الثاني وما سيتم في الويك إند الثالث القادم، وما يتم عرضه الآن على من مسرحيات على مسرح نورث سكوير أو غيرها من الأماكن الترفيهية داخل مدينة العالمين الجديدة. الآن هنتقل لزميلي محمد شاهين، ويعني عشان يعرفنا أهم الفعاليات الرياضية اللي كانت موجودة النهاردة أو اللي بيتم حاليا في منطقة الألعاب الرياضية في مدينة العالمين الجديدة. اتفضل محمد شاهين.
شكرا زميلي العزيز محمد الجباس، وشكرا زميلي العزيز عمرو موسى، وبرحب بزميلي محمد زهران، وبرحب بكل الساده المشاهدين ومتواجدين دلوقتي على ساحل مدينه العلمين الجديده وعلى الممشى السياحي اللي بيقع على طول 14 كيلومتر. وتحديدا انا متواجد داخل مدينه الالعاب الرياضيه في درجه حراره يعتبر اقل من 25 درجه في وسط اجواء اكثر من رائعه، يعني بتستقطب كتير جدا من الجماهير المصريه من كل انحاء المحافظات وايضا من الدول العربيه والعديد من الدول الأجنبية. دلوقتي داخل مدينة الألعاب الرياضية كل الملاعب الرياضية مفتوحة للجمهور ولكل الرياضيين علشان خاطر يمارسوا الألعاب الرياضية اللي بيحبوها. طبعا رياضات متنوعة بتقيمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. والحقيقة يعني عايز أنوه على حاجة مهمة جدا، أنه تم اختيار رياضات قريبة جدا للجمهور وليست يعني قاسية علشان خاطر تبقى فرصة لكل الناس أنها تقدر تمارسها، طبعا زي كرة القدم الخماسية وايضا كره السله وايضا رياضه البدل اللي بيلعبها كتير من نجوم كره القدم، واللي كان موجود هنا في بدايه الاسبوع الكابتن احمد حسن والكابتن سيد معوض في بدايه مباريات رياضه البدل داخل مدينه الالعاب الرياضيه وايضا العديد من الالعاب والبطولات. الان الملاعب مفتوحه بالكامل وتجرى العديد من الانشطه الرياضيه الخاصه بالاطفال وكبار السن والشباب في درجات حراره رائعه وفي جو اكتر من رائع، ولكن يعني هنستكمل باقي التفاصيل طبعا خلال الفقره، ولكن خلوني انتقل دلوقتي لزميلنا محمد زهران علشان يدينا كده لمحة سريعة ورسالة عن الفعاليات الثقافية في هذه الليلة. إليك زميلي محمد. شكرا لزملاء العزاء على هذه الوجبة الدسمة من المعلومات الكافية والشافية الوافية عن أبرز الفعاليات والأنشطة الخاصة بمهرجان العالمين كل في منطقته. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم من جديد من المنطقه الترفيهيه الخاصه بوزاره الثقافه المصريه، والحقيقه قايمه بدور وطني محترم لخدمه زوار ورواد مهرجان العالمين السنه دي. يمكن اتحدث عن حاله التناغم الكبيره والانسجام الحاصله ما بين مختلف قطاعات وزاره الثقافه المصريه، سواء الهيئه العامه لقصور الثقافه او صندوق التنميه الثقافيه او البيت الفني للفنون الاستعراضيه والشعبيه. الحقيقه بيقدموا سيمفونيه رائعه في غايه الروعه والجمال، ويمكن ده ساعد على اقبال عدد كبير من زوار مهرجان العالمين على يعني الاتيان الى كل مكان وكل ربوع هذا المهرجان من اجل الاستمتاع. يمكن احنا دلوقتي متواجدين في المنطقه الترفيهيه وموجود عدد كبير من الزوار تهيئا وتحسبا لي يعني مزيد من الفعاليات الخاصه بوزاره الثقافه المصريه، ولعل من ابرزها السيرك القومي وعدد من الفنون المسرحيه والشعبيه لا تعقد بعد قليل. اليكم زملائي الاعزاء. هذا المهرجان اللي بدأ السنة اللي فاتت ليه طابع خاص هذا العام في وجود إدارة ووجود رعاية من المتحدة للخدمات الإعلامية، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اللي الحقيقة ارتأت إن هذا العام يكون مهرجان متنوع في بعد ثقافي، في بعد خدمي، وفي بعد اقتصادي واستثماري، بالإضافة طبعا إلى البعد الترفيهي وهو بعد مهم جدا، لأن احنا بنتكلم على مدينة العالمين الجديدة في أزهى صورة ليها، واحنا شفناها وشفنا حجم المترددين على هذه المدينة والتطور اللي بيحصل سنة بعد سنة. احنا موجودين في وزارة الصحة والسكان ومشتركين في هذا المهرجان عشان نقدم خدمات من خلال إدارات المختلفة من الوزارة، خدمات علاجية من خلال تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة، أيضا بنقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علشان تفيد كل المترددين على المهرجان، مش بس على المهرجان الحقيقة، لكن كل الموجودين من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح. بنقدم أيضا دعم وتثقيف صحي لكل ما يحتاجه المترددين. كل الخدمات اللي بنقدمها سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية بتقدم بالمجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
كل سنة بنحاول ننمي المهرجان سنة عن الأول عن اللي قبلها. السنة دي احنا وسعنا في الأنشطة بشكل كبير. التوسيع في الأنشطة ده كان بيتطلب وجود خدمات صحية، وأنا بس عايزة تاني أشكر معالي الوزير إن احنا أول ما اتكلمنا معاه الحقيقة ردة فعله هو مش مساعدة، هو تكامل ما بين كل الوزارات في الدولة مع الشركة المتحدة، لأن الهدف واحد في الآخر، الهدف إن احنا ننمي هذه المنطقة، هذه الشواطئ الرائعة. الحقيقة اللي أنا شفته النهاردة من إمكانيات قدمتها وزارة الصحة إمكانيات عظيمة، يعني يمكن العيادات المتنقلة مع الإسعاف، والحقيقة أنها مش بس بتخدم على الألاف اللي جايين يزوروا العالمين في الحفلات المتنوعة والأنشطة المتنوعة، لا دي كمان مع الوزير قال لنا أنه هتسرفس على الساحل الشمالي كله.
مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين مع حضراتكم من هنا من مدينه العالمين الجديده في رصد اجواء وفعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده اللي ان شاء الله مستمر مع حضراتكم حتى انتهاء شهر اغسطس من الشهر القادم. خلينا اقول لحضراتكم ان في اجواء وفعاليات متنوعه، سواء بنتكلم عن انشطه ترفيهيه ثقافيه رياضيه وغيرها من الفعاليات، والاسر بتيجي هنا مدينه العالمين تشارك في فعاليات مهرجان مدينه العالمين وتنبسط باجواء مدينه العالمين الساحره. خلينا نرحب باسره مصريه موجوده النهارده في مهرجان العالمين، بنرحب بحضراتكم على شاشه سي بي سي. عايز اعرف من حضراتكم اول مره تزوروا مدينه العالمين ولا زرتوها قبل كده؟ انا اول مره نيجي النهارده كده، وبصراحه شايفين المكان جميل وحاجه حلوه جدا، يعني في نظام الرصيف كويس الناس تقدر تمشي فيه، فدي حاجه كويسه جدا يعني بصراحه. عايز اعرف اول انطباع حضرتك خدتيه على مدينه العالمين كان ايه؟ حلوه جدا، والمكان نظيف والجو كويس والدنيا كويسه حلوه قوي. البحر جميل، البحر حلو. البحر حلو. عايز اعرف بقى اسمك ايه؟ بافلي. يا بافلي، انت اول مره تيجي مدينه العالمين ولا جيتها قبل كده؟ وعايز اعرف ايه باكتر حاجه لفت نظرك في العالمين؟ الابراج حلوه ومنظرها جامد، واكتر او جيت هنا ثلاث مرات. جيت ثلاث مرات. طب انت بتقول لاصحابك ايه بقى لما بتيجي مدينه العالمين؟ اقول لهم انتوا احسن اصحاب. لا لا، انت لما تيجي مدينه العالمين لما ترجع بقى القاهره بتقول لاصحابك ايه عن اللي انت شفته في العالمين ايه؟ الابراج وحاجات والبحر وكل ويجوا هنا. انت اسمك ايه بقى؟ بارس. ايه بقى اللي انت حبيتيه هنا وعملتيه مع بابا وماما هنا في مدينه العالمين؟ البول والبرج والبحر والهواء والمكان جميل، ومكان العالمين جميل. انبسطت هنا؟ اه. انبسطت بقى قد ايه؟ كتير ولا قليل؟ كتير. برحب بحضرتك على سي بي سي برنامج العالم في العالمين. انطباعك عن مدينه العالمين واكتر حاجه عجبتك في العالمين؟ جميله جميله جميله، اول مره نجيها بس احنا اتبسطنا فيها، حلوه قوي. في فعاليات وانشطه مختلفه، بنتكلم عن فعاليات رياضيه ثقافيه ترفيهيه، بتاخدوا الاطفال وتروحوا بيهم فعاليات اللي موجوده في مهرجان العالمين، ولا ايه رايكم في الفعاليات؟ احنا لسه دينا يومين كده بناخدها، هنروح ان شاء الله هنتفرج. انطباعك عن مدينه العالمين؟ ده حاجه تشرف، احنا يعني منبهرين بالمكان، و احنا نسمع كنا على العالمين دي صحراء زمان، بس في الايام طبعا السيد الرئيس دي الدنيا اتغيرت قوي خالص، يعني بقينا شوارع واسعه وابراج جميله وحاجه منظر، والناس حلوه والناس اتغيرت بقى، كل الناس شكلها حلو كده، كل الناس مبسوطه برضو من المكان الحلو ده، يعني الناس مبسوطه وفرحانه بالاماكن الجميله دي، حاجه تفرح يعني. مهرجان مدينة العالمين بيقدم فعاليات ترفيهيه وثقافيه ورياضيه وغيرها من الفعاليات، شايف الفعاليات دي ازاي؟ وشايف ان انت شايف احفاد حضرتك معاك بتقول لهم يعني الفعاليات؟ احنا لسه الباشمهندس هيفرجنا على المكان ده، هو جايبنا معاه عشان يفرجنا ونشوف الاماكن دي كلها، لسه هنخش ونشوف الحاجات دي. طب اكتر حاجه عايزين تشاركوا فيها في الفعاليات، احنا بنتكلم عن الفعاليات سواء فعاليات رياضيه ترفيهيه ثقافيه، تحب تشاركي في انت في ايه؟ ملاهي. تحبي تروحي المنطقه الرياضيه تشوفي الالعاب اللي هناك وتشوفي العروض الفلكلوريه اللي بتتعمل؟ ايوه. دي بتبسطك حاجه؟ بتبسطك؟ اه. وانت ايه اكتر حاجه بتبسطها؟ الكوره وحاجات كثيره يعني. انا بتمنى لكم اجازه سعيده هنا في مدينه العالمين، وان شاء الله تنبسطوا باجواء مدينه العالمين وبالفعاليات المختلفه لمدينه العالمين. مشاهدينا الكرام، وزي ما حضراتكم شفتوا كان لقائنا مع اسره مصريه جت هنا مدينه العالمين بتنبسط باجواء مدينه العالمين وبالفعاليات المختلفه اللي بتحصل هنا في مدينه العالمين ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديده تحت شعار العالم عالمين.
مساء الخير، بنرحب بحضراتكم من جديد ومستمرين معاكم في تغطية فعاليات مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية تحت شعار العالم عالمين، متواجدين داخل منطقة الألعاب الرياضية اللي متواجدة على الممشى السياحي واللي طبعا بيقع على طول 14 كيلومتر، وطبعا على طول ال 14 كيلومتر من الممشى السياحي كتير جدا جدا من الأنشطة المتنوعة الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية، واللي طبعا بيشارك فيها تقريبا كل المؤسسات المعنية بمهرجان العالمين بالتعاون طبعا وتحت إدارة الشركة المتحدة اللي بتقدم الحقيقة نسخة ولا أروع من مهرجان العالمين الجديدة. دلوقتي طبعا كالعادة احنا بنلتقي بالأسر المصرية اللي موجودة داخل مهرجان العالمين، نتعرف عليهم ونقول لهم بنرحب بيكم على شاشة سي بي سي، وقولي لي انت موجودة هنا يعني أول يوم لمهرجان العالمين ولا جيتي قبل كده، وإيه رأيك في المهرجان؟ لا جيت قبل كده، بس الصراحة المهرجان المرة دي لطيف جدا، في ألعاب كتيرة وفي يعني لصف اكتيفيتي في المهرجان هنا، وانبهرت صراحة بالأجواء والجو جميل قوي هنا. طيب انت عارفة ان في فعاليات فنية وثقافية ورياضية، ايه رأيك في تنوع الفعاليات واكتر فعاليات بقى انتم مهتمين بيها بقى كده كأسرة؟ اعتقد الاكتيفيتي هي اكتر حاجة احنا بنحب يعني او يعني ميالين ليها، الولاد بيحبوا هنا ييجوا، في مثلا عندي بيحبوا يلعبوا باسكت بول، في كذا حاجة، في تنس، في اي ثينك فولي بول، في بالظبط، فلا الدنيا لطيفة. مين بيحب يلعب باسكت بول؟ انت ازيك، اسمك ايه؟ سارة. سارة قولي لي انت بتحبي تلعبي باسكت بول ولا انت يعني لعبت هنا باسكت بول؟ فهميني. انا بحب العب باسكت بول وبتمرن. طب انت عرفتي يعني شفتي هنا الملعب بتاع الباسكت بول ولا لا؟ شفته وكان عاجبني. طب انت ايه بقى ناويه تيجي، عارفه ان في بطوله سله هتتلعب قريب، ناويه تيجي تشاركي فيها وتعملي ايه؟ فكر جدا. انت هتقعدي كام يوم؟ طيب احنا هنمشي بكره. طب النهارده انتوا ناويين تعملوا ايه؟ ناويين تتفرجوا على ايه وتشاركوا في ايه؟ ناويين نبص ونشوف ونتفرج يعني على المكان ونعمل كام اكتيفيتيز. ايه رايك في العالمين؟ الجو بتاعها حلو والمهرجان حلو ولا لا؟ حلو. طب تقولي ايه لاصحابك بقى اللي لسه ما شافوش العالمين ولسه ما جوش المهرجان لغايه دلوقتي؟ اقول لهم مكان حلو ولطيف. تقولي لهم يجوا؟ اه. ويعملوا ايه لما يجوا؟ يتفرجوا على ايه في المهرجان؟ يعني انت تقولي لهم تعالوا، طب هم يجوا يعملوا ايه بقى في المهرجان؟ يتفرجوا على ايه؟ يتفرجوا على الاكتيفيتيز اللي هناك. طيب انت بتلعب ايه بقى؟ قولي الاول اسمك. مصطفى. مصطفى انت بتلعب ايه يا مصطفى؟ شايفك كده بتلف بالسكوتر، وبتقول لي بتعمل ايه؟ عملت ايه النهارده؟ نسيت. طب انت مبسوط بالجو؟ عاجبك الجو وفرحان بالناس اللي موجوده وبالاطفال اللي موجوده والناس اللي بتلعب؟ اه. تقولي لاصحابك اللي لسه ما جوش بقى لغايه دلوقتي العالمين، تقول لهم يجوا؟ اه. طب يجوا ليه بقى؟ ايه الحلو هنا عشان يجوا؟ جو حلو. العاب حلوه؟ اه. ماشي. طيب انا عايز اخد منك يعني وجهه نظرك، نتكلم بقى كلام كبار شويه، وجهه نظرك في التطور اللي حصل في مدينه العالمين والتحول اللي حصل فيها، وفكره انه احنا يبقى عندنا مدينه بالشكل ده، انت كمواطنه مصريه حاسه بايه؟ شايفه ان احنا وصلنا لمستوى عامل ازاي؟ والله اعتقد ان احنا يعني بدانا نوصل يعني او قربنا خالص على دبي من حيث الـ يعني شهيق يعني التاورز اللي موجوده هنا، والمولز برضو كانت لطيفة جدا، الكورنيش والممشى هنا لطيف قوي، خاصة ان في كمان تراك للعجل خاص يعني للعجل، وفي زي باركينج برضو ممكن اللي حابب يعني يربط حاجة العجل بتاعه، وفي بقى اللي هي التراكس اللي هي المتنقلة دي، الستورز المتنقلة اذا كانت مثلا زي البريد المصري زي الحاجات دي، في ستورز كتيرة، وفي كمان بازور اعتقد برضو من الحاجات الحلوه اللي ممكن يعني نشتري منها حاجه نبص كده يعني. انت قصدك يعني كل حاجه موجوده وكل حاجه متوفره، واي حد هيجي العالمين محتاج حاجه يلاقيها، صح كده؟ هيلاقي حاجه يعملها وهيتبسط، والجو جميل صراحه الامانه، الجو جميل جدا والبحر جميل كمان. طب احنا في مهرجان العالمين الجديد الشعار بتاعنا ايه بقى؟ العالم عالمين. شعارنا؟ العالم عالمين. هتعرف تقول ولا لا؟ العالمين. لا العالم العالمين. نورتوني، بشكركم شكرا جزيلا، وتبسطوا ان شاء الله تستمتعوا بالاجواء والعروض اللي موجوده.
بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كان لقاء سريع كده مع اسره مصريه متواجده هنا في مهرجان العالمين. كعاده شاشه سي بي سي بتحب تلتقي بالجماهير وتعرف ارائهم وتشوف البهجه اللي مرسومه على وشوش الاطفال الجمال اللي موجودين على طول 14 كيلومتر داخل الممشى السياحي في مدينه العالمين الجديده. وده يعني تغطيه خاصه لشاشه سي بي سي مستمرين فيها من بدايه انطلاق الفعاليات في 11 يوليو، وطبعا مستمرين مع حضراتكم لغايه 30 من اغسطس عشان نرصد لغايه ال 30 من اغسطس عشان نرصد جمال وعظمة مهرجان العالمين في نسخته الثانية. بصراحة هي دي كان فعلا الحاجة الناقصة للمهرجان، يعني اللي احنا لو كل الرواد دول بيجوا هنقدم لهم كمان خدمة في تدشين كل المبادرات الرئاسية ممكن يستفيد بيها كل أنواع المبادرات، في كل كمان الخدمات الوقائية الأساسية موجودة. هي زيارة مهمة جدا بالنسبة لأطباء مصر للتعريف بالمدينة وتحت رعاية كريمة من السيد الوزير الدكتور خالد غفار، وحاجه للتعريف بالمدينه والخدمات الصحيه اللي وزاره الصحه بتعملها في المدينه هنا، ودي حاجه كويسه جدا ان هي هتخلي المواطنين يجوا المهرجان هنا يكون في يعني في اطمئنان على وعيهم الصحي ورساله امل ليهم، وحاجه ان احنا نطمن على المواطنين، ودي خدمه وزاره الصحه بتقوم بيها. يعني احنا هنا في شارع الصحه هنا في العالمين احنا عاملين مبادره عشان لو في ناس هنا سياح او اي حاجه بيفضلوا قاعدين طول الصيف هنا، لو احتاجوا اي خدمه طبيه اي حاجه بنكون موجودين على طول 24 ساعه، لو هم احتاجوا اي حاجه هيقدروا طبعا يكونوا مطمنين، ودي رساله واحنا بنقدر نقدمها، واهم حاجه بس ان انتوا تكونوا مرتاحين معانا في العالمين. احنا جايين النهارده عشان الخدمه اللي الوزير هيقدمها للمصطفين في العالمين او في الساحل عامه، خدمه هتبقى مفيده جدا لكل المصيفين، اي ديوريتك تشيك اب، اي حد يتعب، اي حاجه تحصل هتبقى دي خدمة مفيدة قوي وكويسة ليهم. فصراحة الوزارة بتتعب معانا على اساس ان توفر كل سبل الامان لكل المصيفين في اي وقت حد عنده تشيك اب لازم يعمله، حد تعب فجأة، فدي يعني هتوفر على المصيفين وقت كتير ان هم مثلا يرجعوا بلادهم يشوفوا
ايه الحاجات اللي المفروض يعملوها. فلا فالمكان اللي هم موجودين فيه يقدروا يعملوا كل تشيك اب وكل الحاجات اللي هم محتاجينها من غير ما يقطعوا الاجازه بتاعتهم. والله احنا هنا كاطباء مصر عموما جايين نشارك في مهرجان يعني العالمين، بنقدم طبعا رساله حلوه جدا، هي رساله امان للمنطقه عموما، عشان اي حد من المصيفين او عموما اي حد جاي يزور مدينه العالمين يبقى مطمن ان هيبقى فيها خدمه طبيه هيجي يلاقيها متاحه وموجوده. والله واحنا جايين زياره النهارده عشان نبقى في خدمه يعني ونحافظ على الامان بتاع السياح وبتاع السكان برضو العالمين في مبادره السيارات اللي هي الطبيه دي، هتقدم خدمه كويسه جدا سواء للمصيفين او للساكنين. لو في حد عايز يعمل حتى يكشف يطمن على اسنانه متاح ده طبعا على طول. انا حاسه ان انا كنت بسافر بره اصلا، حاسه ان الدنيا زي بره بالظبط واحلى كمان، والحاجات كمان الاكتيفيتي اللي موجوده المتوفره، وكانت كان ناقص ان تكون وزاره الصحه مشاركه ويكون في تامين طبي للمكان كمان، وده اللي توفر. معانا هنا عربيات متنقله وعربيات ثابته بتقدم خدمات طبيه مختلفه، في الايرلي دايجنوزز بتاع البريست كانسر، بتاع الكولون كانسر، بروستيت كانسر، نعمل توعيه للبيشنتس عامه، الناس عامه. هنا هو المكان هنا في حشد جميل وناس كتيره، واحنا بنهدف ان احنا نوعيهم اكتر. كمان في هنا بيبقى في ادويه ممكن ليهم، في كشف عن الامراض المزمنه، في ضغط سكر، في تيم بتاع تنظيم اسره. اول حاجه انا بحب اشكر الدكاتره ان هم موجودين دايما من اول ما ابتدى الصيف، موجودين في كل العربيات على خط الساحل الشمالي كله، بيقدموا كل الخدمات الطبيه، بيقدموا التوعيه الطبيه. فريق التثقيف الصحي عمل مجهود كبير في ان هو وعى الناس باهميه ان هم يروحوا يعملوا يشاركوا في المبادرات او يروحوا يعملوا الكشف المطلوب منهم في المبادرات. المبادرات سواء كانت المبادرات الرئاسيه او مبادرات وزاره الصحه زي مبادرات الصحه الانجابيه، الضغط، السكر، حمله 2 مليون صحه، الحملات المنظمه للسكان. فالفريق فعلا عمل مجهود كبير من اول الصيف وده مكمل معانا النهارده. انا احب اطمن جمهور مهرجان العالمين ان الدكاترة الموجودين هم دكاترة على أعلى مستوى، مدربين في كل التخصصات وكل المجالات، من بابليك هيلث صحة عامة أو دكاترة أسنان أو دكاترة بشري، وكلهم مؤهلين ومعاهم كافة الإمكانيات على خط الساحل كله. ونتمنى أن أنتوا تروحوا لهم وتشوفوا تجربوا الخدمات وتدونا برضو رأيكم. كل التخصصات موجودة، احنا جايين علشان العربيات اللي هتبقى موجودة في عيادات متنقلة وفي هتبقى عيادات ثابتة، والعيادات دي بتخدم كل المواطنين سواء وافدين أو غير وافدين، لأن دلوقتي احنا عارفين ان العالمين بقت هي مقتبل يعني ايه في الصيف للناس الوافدين والغير الوافدين، فاحنا دايما عندنا عيادات جاهزه لكل حاجه. احنا موجودين النهارده الصبح في العالمين من اول اليوم، رحنا مستشفى العالمين للنموذجي، طبعا مستشفى فوق ممتازه، شيك جدا ونظيفه جدا وجميله جدا. بعد كده جينا هنا على مدينه العالمين، المدينه كلها بسم الله ما شاء الله جميله، الملاعب نظيفه جدا، البحر، المدينه، المباني، كل حاجه فوق الممتازه. الكادر الصحي في العموم موجود في اي جانب من جوانب الحياه، في اي جانب من جوانب الدنيا، مفيش حاجه هتعملها ومفيش اي اكتيفيتي هتعمله سواء صيفي او شتوي او ايا كان غيره لازم هيكون معاك سبورت طبي او سبورت ميديكال علشان خاطر لاي حاله من الحالات الطارئه. فاحنا بنقدر نشارك على حسب الامكانيات الموجوده عندنا احنا ككادر طبي او كفريق طبي في كل التخصصات تقريبا جايين النهارده، بنقدر نشارك في جنب الانشطه دي كلها بالميديكال سبورت اللي احيانا الناس بتكون محتاجاه لو حصل اي حاله طارئه، وده اللي بنقدر نقدمه يعني للناس. انا اول مره اجي العالمين، وخاصه يعني المهرجان النهارده، اتفاجئت طبعا ان في كذا اكتيفيتي وكذا حاجه ممكن تتعمل، وفي تذاكر ممكن اجيبها لحفلات لمسرحيات، فدي كانت اول حاجه اتفاجئت بيها بصراحه. وبصراحه في نظام لكل حاجه، وكان الفيو حلو قوي، البحر حلو قوي، يعني انت طول ما انت قاعد مستمتع وكل حاجه متوفره. احنا جايين تبع وفد لاداره العالمين الصحيه، جينا زورنا مدينه العالمين. المهرجان السنه دي حقيقه في تطور كبير جدا على السنين اللي فاتت، كل سنه بيبقى احسن بكتير جدا من السنه اللي قبلها، الاجواء جميله جدا والخدمات كلها متاحه في كل حته. الحقيقه ان الانشطه السنه دي متنوعه جدا في كل الانشطه، سواء بقى بادل او ملعب كره خماسي او كده، والحفلات طبعا في كل بشكل شبه يومي موجودة. أحب أقول لكل الناس اللي لسه ما جوش العالمين أو حتى اللي جم في السنين اللي فاتت يجوا يزوروا العالمين، لأن الخدمات والأنشطة السنة دي متنوعة جدا وأفضل بكتير من بتتطور كل سنة عن اللي قبلها. الأجواء رائعة وكل حاجة كويسة، يعني حتى الروح ما بين الزملاء كلنا، التعاون موجود، كل حاجة موجودة يعني.
بنحضر بنتمرن بنعمل تمرينات رقص كتير عشان يقدروا الأغنية أو الأغاني بتاعتهم يقدوها بشكل مختلف، بشكل استعراضي شوية، ما يبقاش إن هما واقفين بيغنوا، يبقى أكتر بيعبروا عن معنى كلام الأغنية، عن الموسيقى، عن الحاجات دي. أنا لما كلموني عشان أشارك في حفلة العالمين كنت مبسوطة جدا طبعا، أول ما عرفت مين هما فرقة المصريين، كلنا بنحبهم طبعا، مع الأستاذ هاني شنودة، يعني اتبسطت جدا 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 لأني بشكل شخصي بحبهم قوي ودايما بسمع أغانيهم وصحابي بيسمعوا أغانيهم، يعني كلنا بنسمع أغانيهم، فاتبسطت جدا، يعني ما ترددتش خالص إن أنا أعمل كده، بالعكس كنت متحمسة جدا وقاعدة عمالة أجهز ممكن نعمل إيه بشكل عامل إزاي، كنت مبسوطة جدا. رجوع فرقة المصريين فرق في حياتي كلها، لأن إحنا بنشتغل شغل قوي جدا، في كلمات بتتكلم عن حاجات اجتماعية كتير جدا ما بقاش في ناس بتتكلم فيها دلوقتي، وبشكل غريب الكلام ده لحد دلوقتي مناسب لكل الأجيال، لدرجة إن فرحة أختي الصغيرة اللي عندها 14 سنة بتسمع الأغاني وبتحبها جدا، فدي أكيد حاجة غريبة إن فرقة من سنة 77 لحد دلوقتي لسه بتلهم كل الناس دي. بنعمل بروفات كتير جدا طول الوقت، وبقالنا سنين احنا كمغنيين بقالنا سنين مع المايسترو والباند، احنا جايبين ناس شاطره جدا جدا جدا، ففي ثانيه بنبقى جاهزين. بس بالنسبه لحفله العالمين فاحنا لاول مره بنعمل كيوجرافي اللي هو زي رقص ايقاعي بسيط كده بنعمله مع الاغاني، علشان نبقى بنعمل عرض متكامل. الشوارع حواديت حوادايا الحب فيها وحوادايا عفاريت، واسمعي يا حلوة لما ضحكك الشارع ده كنا ساكنين فيه زمان. تعرفت على المايسترو من خلال الاوديشن اللي هو كان عامله عشان يطلع مغنيين، فكنت من المحظوظين اللي اتقابلت في الاوديشن ده وابتديت. هو المايسترو كان عايز يطلع مغنيين جداد زي ما طلع قبل كده محمد منير وعمرو دياب والمغنيين الكبار دول، فالحمد لله انا اتقابلت مع المايسترو وكملت معاه يعني فرقة المصريين. كمان احنا دلوقتي بنجهز لمهرجان العالمين، بنعمل بروفات كتير ومكثفة يعني ان احنا نبقى طالعين على المسرح يعني بافضل شكل، وبنعمل زي برضو حاجة جديدة ان احنا نبقى في بيرفورمانس مع الاغاني، ونحن يبقى فيها زي حاجات بسيطة رقص وكده،
فان شاء الله يعني تبقى حاجه كويسه ونتبسط يعني في مهرجان العالمين. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علمونا اكون مسامح زي نبع الحب صافي، علمونا عشق صحابي وانسى وياهم عذابي، والغريب لو دق بابي يرتوي من نبع صافي. رجوع المصريين كان بالنسبة لي جيب حماس قوي، وتفاجئنا كمان ان لسه الشباب اللي قدي واصغر مني كمان متحمسين وحابين الاغاني دي وعارفينها، رغم ان هي بقالها سنين كتير. يعني كنا فاكرين الاغاني دي على زمن مامتي وجدتي، بس طلع الشباب وفي اطفال كمان حابه الاغاني، وده يمكن هو ده جمهورنا دلوقتي، الشباب والسن ده عموما، وحابين الاغاني جدا. الاغاني كلها يعني هم كلهم مفيش حاجه شبه بعض، وكلهم مختلفين، وكلهم ليهم جمهور، كل اغنيه ليها جمهورها. ان شاء الله نعمل حاجه تفرح الناس وهتتبسطوا، هم حابين الاغاني، وهنقدم كمان ستايل جديد هيعجبكم. يعني اوقات اشوف ملامحك في صورتي في المرايه، واحس الشوق في قلبي واخدني للنهايه، اغمض عيني لحظه معايا وإيدك ماسكة إيدي وماشي بابتسامة. مشاهدينا بتستمر تغطيتنا العالم في العالمين من هنا من مدينه الاحلام، مدينه الامل، مدينه العالمين الجديده، واستمرار لفعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده. معايا واحده من الاسر اللي يعني بتزور منطقه النورث سكوير، المنطقه التجاريه الترفيهيه الاولى اللي بتطل على البحر. هنتعرف على رد فعلهم من الزياره. اول مره عالمين ولا ايه؟ لا مش اول مره، دي تعتبر ثالث مره في العالمين. تقريبا في تطور كل سنه عن السنه اللي قبلها. جينا من سنتين تقريبا، والنهارده احسن واحسن ان شاء الله عن قبل كده. يعني ايه اللي عجبك في العالمين؟ والله الاجواء كلها حلوه، احتفالات، الاماكن كلها هاي ليفل، يعني المدينه كمان تعتبر نيكست ليفل اوف سيتي، لان انا عايش بره، فاعتبر زي مثلا اقول زي دبي، زي انا عايش في الدوحه، فتعتبر شويه المدينه مختلفه، فيها كل الفاسيلتيز الموجوده في المدن اللي بره، وان شاء الله متطور للتطور ان شاء الله احسن. يعني طبعا مع حبنا واحترامنا لكل الدول العربيه، لكن ان شاء الله العالمين هتبقى في حته مختلفه. مدام عايز اسالك على يعني رد فعلك اول ما دخلت العالمين، اتفضلي معايا. الاجواء بصراحه حلوه جدا، والاولاد مبسوطين، والمدينه رائعه بصراحه. حاجه عجبتك؟ الشوبينج طبعا هنا، والبحر والمناظر، كله كويس الحمد لله. الحمد لله. هسأل بقى الأولاد، هاجي لك يا مالك، قبل يعني إيه أكتر حاجة عجبتك واتكلمت مع باباك؟ قلت له بابا أنا مبسوط قوي باللي أنا شفته هنا. الأجواء حلوة كلها، يعني الجو حلو، يعني أماكن شكلها حلو ونظيف، يعني كده كويس. شفت الأبراج، شفت الممشى؟ كلها حاجات كبيرة، يعني كبيرة زي الحاجات اللي بره وكده. حلو قوي، حلو قوي. أنا هسألك بقى، إيه رأيك؟ إيه رأيك في التطور اللي هنا؟ كنت متوقع مدينه العالمين الجديده بالشكل ده؟ جدا، يعني توقعت ان المكان يبقى عملاق وجميل ومليان تطور والحاجات ديت، والصراحه ما خيمش امل. يعني المكان كبير وفيه شوبينج وفيه اماكن سياحيه والحاجات ديت، واحنا في مارينا يعني اللي هي قريبه شويه من هنا، مكان رهيب يعني الحمد لله ما شاء الله. يعني فعاليات في المهرجان ولا لسه؟ شفتوا حفلات لسه؟ لسه جايين بقى يوم امس، يعني لسه امبارح
فان شاء الله لسه ان شاء الله. بدعوكم ان انتم تتعرفوا على فعاليات مهرجان مدينه العلمين الجديده. في كل شبر من المدينه في فعاليات، سواء في الممشى السياحي او في منطقه ارينا العلمين او في منطقه الالعاب الترفيهيه للاولاد ممكن ينبسطوا فيها. بس قبل ما اختم معاكم انا عايز اسالك يا مالك، تعال، ايه اكتر حاجه بقى عجبتك هنا؟ نزلت البحر ولا لسه؟ واحكي لي. كل حاجه حلوه وجميله وكويسه. مبسوط؟ اه. هتيجي تاني امتى؟ عايز تيجي تاني ولا عايز تيجي تاني يعني؟ كمان يومين. How many days؟ لا 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 لا، هو دوت اليوم بقول لك، هو دوت لا هو دوت اليوم عشان نروح مصر يعني. بعدين صرنا ورايحين هنا وهنرجع له تاني. هنيجي هنا تاني ان شاء الله يعني. بشكركم جدا وبتمنى لحضراتكم وقت سعيد وانكم تستمتعوا بوقتكم في مدينه العلمين الجديده. يعني ده كان لقائنا مع واحده من الاسر اللي بتزور منطقه نورث سكوير واللي بتعرف على فعاليات مهرجان مدينه العلمين الجديده. الان هرجع لزملائي مره ثانيه. من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي سي بي سي وبرنامج العالم في العالمين في كل مكان، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في رصد اخر الفعاليات والاخبار المتعلقه بوزاره الثقافه المصريه، والحقيقه قايمه بدور وطني وكبير محترم من اجل خروج هذا المهرجان بالشكل الذي يليق بسمعه وحضاره واصاله الدوله المصريه. يمكن نلاحظ بشده في المهرجان السنه دي هو عدد الاطفال الكبير الموجودين في مهرجان العالمين، ويمكن موجودين في كل مكان في ارجاء هذا المهرجان، سواء في الممشى السياحي او في النورث سكوير او في المنطقه الترفيهيه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. ويمكن ساهم في يعني توافد عدد كبير من الاطفال مع اسرهم يعني البرامج والفعاليات الكثيره اللي بتقدمها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بالتعاون مع وزاره الثقافه المصريه، واللي كان من ابرزها يعني مهرجان نبته للاطفال، واللي بيضم العديد من الفعاليات والانشطه اللي يعني بتقدم بشكل كويس وبطريقه محترمه للاطفال. ومن ابرز هذه الانشطه من ضمن يعني مهرجان نبته كان السيارات المتحركه والمكتبات المتحركه للاطفال، وبتتحرك وبتجوف في كل مكان في مدينه العلمين، مش بس في مهرجان العلمين. وكمان بيبقى فيها مشرفين بيشرفوا على الكتب الموجوده وبيساعدوا كل الاطفال الموجودين الراغبين في تنميه افكارهم وثقافتهم. ويمكن ده توجه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بالتعاون مع وزاره الثقافه المصريه في المهرجان السنه دي. يمكن قلنا في تغطيات سابقه ان هذا المهرجان بيحظى ب يعني حاله واسعه من الزوار او الزائرين، سواء كانوا مصريين او عرب او اجانب، عشان خاطر يستمتعوا بالاجواء الصيفيه والروعه والجمال الموجوده في مدينه العلمين، واللي يمكن مش موجوده في اي مكان اخر. الوقوف اكثر على هذه الفعاليات بينضم الينا احدى الاسر المصريه للحديث اكثر عن هذه الانشطه. برحب بحضرتك في البدايه على شاشه سي بي سي. مساء الخير يا فندم. عايز اعرف من حضرتك يا فندم، ايه رايك في المهرجان والحاله الجميله اللي بيحظى بها المهرجان السنه؟ بصراحه الاجواء جميله جدا والتنظيم كويس جدا والاجواء كلها حلوه جدا بصراحه. يعني عايز اعرف من حضرتك، يمكن في فعاليات كثيره بتعقدها وزاره الثقافه المصريه بالتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، ويمكن يعني حضرتك اتبسطت بيها دلوقتي زي ما كلمتنا، بس عايز اعرف من حضرتك ايه رايك بقى في البنى التحتيه الموجوده في مدينه العلمين من الابراج الجديده اللي تم انشائها مؤخرا؟ شايف البنى التحتيه مؤخرا عامله ازاي في مدينه العلمين؟ بصراحه يعني الاجواء كويسه جدا والبنيه التحتيه شيء عظيم جدا، لان احنا بنشوف الحاجات دي بره، فلما نلاقيها بتطبق في مصر احنا ده فخر لينا كلنا بصراحة، سواء التنظيم، المباني، الاجواء، حاجة كويسة جدا جدا يعني بصراحة. فعاليات وانشطة كتير خاصة بالاطفال، استمتع ابن حضرتك بيها ولا لسه؟ هو قاعد مبسوط بيتفرج طبعا على السيرك والفعاليات كلها والاجواء جميلة. شكرا جدا. شكرا ليك جدا. شكرا جزيلا. يمكن ده كان راي احد زوار مهرجان العلمين، وبينضم كمان لينا عدد من الاسر المصريه للحديث اكثر عن هذا المهرجان، ويمكن دي فرصه كبيره لي يعني اننا نوري المشاهدين الكرام، مشاهدي سي بي سي وبرنامج العالم في العلمين في كل مكان، مدى الزخم الحاصل في هذا المهرجان حتى هذه الاثناء. تعرف بحضرتك في البدايه؟ نجلاء عبد العزيز.
استاذه نجلاء، عايز اعرف من حضرتك ايه رايك في المهرجان لغايه دلوقتي؟ يمكن دخلنا في اليوم ال11، ايه رايك في المهرجان؟ والله في مجهود مبذول طبعا يشكروا عليه، وفي فعلا في تطور، في حاجات حلوه بتحصل فعلا في البلد، البلد فعلا فيها تغيير. يعني يا ريت بس ندي فرصه ان فعلا كل حاجه تظهر، كل المشاكل تتحل. لازم يبقى فيه موجودين اهو بنحل، وحضرتك شايفه الجمال والروعه، ويمكن ده نتيجه حب المصريين. عايز اقول لك ان كل اللي عمل الفعاليات والمهرجانات والبنى التحتيه كلها مصريين. اكيد طبعا، اكيد انا ما شفتش بصراحه اجانب انا موجوده اهي. طبعا كلنا مصريين اهو موجودين ومبسوطين، وحقيقه مبهورين باللي بيحصل حقيقه. يعني اتعرف بيك. قول لي بقى ايه رايك في المهرجان، مستمتع ولا لا؟ هو ماشي. قول لي ايه رايك في المهرجان؟ هو الحمد لله طبعا هو كله تمام، ومبسوط بكل حاجه هنا، حلوه جدا. وبس بص الكاميرا كده، وفعلا هم باذلين مجهود كبير جدا ان هم يفرحوا الاطفال وكده، وحاجات جميله جدا. ومهرجان الصراحه سعيد جدا فعلا، شكله حلو. طب لعبت كوره النهارده؟ عملت ايه؟ قول لي، احكي لي عملت ايه النهارده في المهرجان؟ انا لسه طبعا عامل حاجات تانية، واجر سكوتر ونعمل الحاجات دي كلها، ونلعب بالكوره، وهنعمل كل الحاجات دي طبعا. قول لي بقى، تنصح صحابك بايه بقى من خلال شاشه سي بي سي؟ تقول لهم يجوا يشوفوا المهرجان؟ اه طبعا يجي يشوفوا المهرجان كل يوم، لو هو هيتعمل في الوقت المعين لازم طبعا يجي فيه، ويتفرجوا على الحاجات الجميله اللي فعلا اللي بتتعمل هنا في العالمين بلدنا. ونشجع فعلا بلدنا، لان احنا اللي بنعمل الحاجات دي بنفسنا. مدينه العالمين جميله طبعا، اكيد هنيجي كل سنه بكره اللي فات. اه طبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا، وكل شويه نيجي كل مره. متشكر جدا ليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما متجمعين في مهرجان العالمين. شكرا ليكم. يمكن مشاهدينا الكرام، دي برضو لقاءات من ضمن الأسر المصرية اللي جات واستمتعت بالأجواء الموجودة في مدينة العالمين، ويمكن ده أكبر دليل على الكلام اللي احنا دايما بنقوله في كل تغطياتنا وكل يوم على مدار الساعة، إن مهرجان العالمين بيحظى بزخم كبير من المصريين، واللي بيجوا حابين يجوا يشوفوا روعة وجمال هذه المدينة مدينة العالمين. يمكن ده آخر ما لدينا حتى هذه الأثناء في هذه المنطقة الترفيهية الخاصة بأنشطة وزارة الثقافة المصرية في مهرجان العالمين. إليكم مشاهدينا الكرام. انتي قاعد تطلبين هاي القصائد؟ شو اسمك انتي حبيبتي؟ ها؟ هنادي؟ ما علاكي انتي؟ كم عمرك حبيبتي؟ 9، وطلبتي رقصة عمر تريدين، وتريدين مدري مستبدلة مدري ايه قبلها يا قلب. ايه هاي جابك عليهم انتي؟ مبسوطة؟ جدا؟ ما أحلاكي ما أحلاكي. وهذا اللقاء تركتي
دموع على راحتي، وشعلت في القلب حفلة عزاء، مررت بصدري وحان البكاء، فدبا لدمعي وهذا اللقاء، تركت دموع على راحتي. تعلمين عذاب الحنين، ألا تعلمين عذاب الحنين، وكيف يمر علي المساء، سترت من الحزن لا أستطيع، وطيفك يكشف عني الغطاء، سترت من الحزن لا أستطيع، وطيفك يسكن عني اللقاء، وحان البكاء، فتبا لدمعي وهذا اللقاء، تركدوا على رأنا حتى وجدا، بليت بحبك شربتنا، فرب السماوات يمحو الذنوب، ولسنا ملائكة أنبياء، مددت إليك يد الشوق وجدا، بليت بحبك شربتنا، فرب السماوات يمحو الذنوب، ولسنا ملائكة أنبياء، رميت الوداد، قهرت الفؤاد، شريت العناد، وبعت الوفاء، طلبت السماح، رجوت ركعة، وأنت تزيدي لنا نار الجفا،
مشاهدين سي بي سي، اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في تغطياتنا المستمره لمهرجان لفعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده، مدينه الامل والاحلام، مدينه الاضواء هنا، مدينه العالمين الجديده، المدينه اللي كانت مليئه بالالغام وتحولت الى وتحولت بفعاليات مهرجان العالمين الجديده، وبفضل التطور والتوسع العمراني في هذه المدينه الجديده الى مدينه يعني مدينه الفن، مدينه الرياده المصريه في البنى التحتية والتوسع العمراني. من هنا من منطقة النورث سكوير بنواصل تغطيتنا المستمرة لفعاليات مهرجان مدينة العالمين الجديدة، فعاليات متنوعة مستمرة ليلة من ليالي مهرجان مدينة العالمين الجديدة، يعني فعاليات مستمرة على مدار أيام مهرجان مدينة العالمين الجديدة المستمرة لحد 30 أغسطس. النهاردة كان في عدد من الفعاليات المستمرة سواء الفنية أو الغنائية على الممشى السياحي أو في منطقة أو في مسرح النورث سكوير أو في منطقة الألعاب والمنطقة الترفيهية، فعاليات مستمرة على مدار الساعة وليلة أخرى، يعني ليلة ذهبية أخرى من ليالي الذهبية لمهرجان مدينة العالمين الجديدة. وضحنا لحضراتكم الفعاليات الغنائية أو الحفلات الغنائية الضخمة اللي كانت في الويك إند الأول والويك إند الثاني، والفعاليات المنتظرة سواء حفلة النجم تامر حسني في الويك إند الثالث أو على مدار شهر أغسطس، وحفلة للهضبة عمرو دياب، وحفلة لمسار إجباري وسعاد ماسي وحمزة نمرة في 16 أغسطس من فعاليات مهرجان مدينة العالمين الجديدة. 23 أغسطس كايروكي هيحيوا حفلة في منطقة أرينا العالمين، 30 أغسطس النجم الشاب ويجز على مسرح أرينا العالمين، المسرح أو المنطقة اللي استحدثتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمواجبة التوسع العمراني الكبير في مدينة العالمين الجديدة، والمنطقة اللي بتستوعب أكثر من 30 ألف زائر وحاضر للفعاليات الغنائية والفنية في هذه المنطقة. أيضا فعاليات مستمرة على مدار الساعة سواء في المسرح الروماني المتواجد في المدينة التراثية أو غيرها من الأماكن المنتشرة في مدينة العالمين الجديدة اللي يعني بتستقبل الزوار حتى الساعات متأخرة من الليل، وبتبدأ فعالياتها ابتداء من ساعات الصباح سواء في المنطقة الرياضية أو من خلال الطيران الشراعي وغيرها. هنتعرف على كل الفعاليات أو هنشوف الأجواء إيه في بعض نقاط مدينة العالمين الجديدة. هنتقل الآن لزميلي محمد زهران في المنطقة الترفيهية الخاصة باستقبال بعض الفعاليات الثقافية، يعني عشان يطلعنا على ما الجديد الذي يحدث في هذه المنطقة. الآن إليك محمد زهران. شكرا للزميل العزيز محمد الجباس. مشاهدينا الكرام، مشاهدي سي بي سي وبرنامج العالم في العالمين في كل مكان، ما زلنا متواصلين مع حضراتكم من دره الساحل الشمال الغربي لمصر مدينه العالمين، واللي بتحتضن النسخه الثانيه من مهرجان العالمين الجديد. يمكن ما زلنا في المنطقه الترفيهيه الخاصه بفعاليات وزاره الثقافه المصريه، واللي قلنا قبل الفاصل انها يعني تقوم بعمل وطني محترم في خلال هذا المهرجان، من خلال الكم الهائل من الفعاليات اللي وسط اكثر من 100 فعالية اللي بتناسب مختلف الأعمار سواء الأسر المصرية أو الكبار أو الصغار، ويمكن ده ساعد على حالة الزخم الكبيرة الموجودة واللي بتتوافد على فعاليات ومهرجان ويعني فعاليات ومهرجان هذا العام. يمكن من خلف الصورة خير تعبير أو خير معبر عن ما يحدث من قبل وزارة الثقافة المصرية، هناك أعداد كبيرة غفيرة من الجمهور المصري، وسأترك الكاميرا لكي نقوم باستعراض ما يحدث في هذه المنطقة الترفيهية. ونحن في دخلنا في منتصف الليل، يعني فلكلور صعيدي فرقة موسيقية تابعة لمحافظات الصعيد بتقدم فلكلور صعيدي من خلال يعني المزمار البلدي والطبل والعصا وما إلى ذلك، وهناك أعداد كبيرة غفيرة من الجمهور المصري والجمهور العربي المشارك في هذه الفاعلية من الأسر المصرية المختلفة اللي جات من كل المحافظات المصرية وربوع المحافظات المصرية من أجل الاستمتاع بالليالي الجميلة اللي بتعقد في مدينة العالمين الجديدة. وزارة الثقافة الحية قايمة بدور وطني محترم لكي يخرج هذا المهرجان بالشكل الذي يليق بأصالة وعراقة الدولة المصرية، وده يمكن جه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتبذل مجهود كبير جدا من أول يوم حتى هذه الأثناء في هذا المهرجان. سأنتقل للزميل محمد شاهين من منطقة الألعاب الرياضية ليطلعنا على آخر ما لدي. إليك محمد.
شكرا زميلي العزيز محمد زهران، وشكرا زميلنا العزيز محمد الجباس، وبرحب بزميلنا العزيز عمرو موسى، وبرحب بكل الساده المشاهدين مجددا. يعني ننقل لحضراتكم هذه الصوره الرائعه من داخل مدينه العالمين الجديده، وتحديدا من داخل منطقه الالعاب الرياضيه حيث اتواجد، وهي المنطقه اللي اسستها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه طبعا بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه علشان تقدم اجمل الانشطه الرياضيه السهله الجميله البسيطه اللي يقدر الجمهور المشارك في مهرجان العالمين يشارك من خلال هذه الانشطه في كافه الفعاليات الرياضيه وكافه البطولات الرياضيه. وطبعا الشركه المتحده بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه حددت العديد من الانشطه الرياضيه اللي يمكن تكون سهله على الجمهور المصري انه يشارك فيها، واكيد كره القدم يعني من الثوابت ومن الاساسيات داخل مهرجان العالمين علشان خاطر هي الرياضه الاكثر انتشارا داخل مصر. وايضا تم اضافه رياضه البادل ليها، ورياضه السله والكره الطائره الشاطئيه، وايضا رياضه الباراموتور علشان خاطر يبقى في تنوع كبير جدا من كافه الانشطه الرياضيه علشان يقدر الجمهور وزوار مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه يستمتعوا باي رياضه وبكل الرياضات اللي موجوده داخل مهرجان العالمين. طيب احنا دلوقتي ايه اللي بيتقدم على مدار المهرجان من بدايته لغايه النهارده ولغايه نهايه المهرجان كمان في 30 من اغسطس؟ بتقدم العديد من المسابقات الرياضيه الخاصه بالجمهور زي مسابقه اسرع لاعب ومسابقه احرف لاعب وكتير من المسابقات الرياضيه اللي بيتم الاعلان عنها بشكل مباشر على صفحه مهرجان العالم عالمين، واللي طبعا بنرصدها من خلال تغطيتنا على شاشه سي بي سي. ففي مسابقات كتير جدا بيستطيع الجمهور ان هو يشارك من خلالها، وطبعا في بطولات رياضيه هامه بيشارك فيها كتير من نجوم الرياضه وتحديدا نجوم كره القدم زي المباراه اللي كلنا مستنيينها في الويك اند الثالث او الاسبوع القادم ان شاء الله هتقام ما بين اساطير كره القدم من ناديي الاهلي ونادي الزمالك، وطبعا على راسهم الكابتن حازم امام والكابتن وليد سليمان، في رساله جميله جدا من مهرجان العالمين لنبذ التعصب بين جماهير الكره المصريه وبين جماهير الرياضه بشكل كامل. العديد من الرياضات والعديد من البطولات طبعا بنرصدها على مدار ايام مهرجان العالمين من خلال شاشه سي بي سي، يقدر الجمهور انه يحجز ويشارك فيها من خلال الموقع وشركه تذكرتي او من خلال منافذ بيع التذاكر داخل مهرجان او داخل مدينه العالمين الجديده علشان الجمهور يستمتع باجمل الاجواء واجمل الانشطه الرياضيه داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. خلوني دلوقتي انتقل الى زميلنا عمرو موسى علشان يطلعنا على رسالته الختاميه في هذه الليله الرائعه، وهي بالمناسبه يعني الليله الحادية عشر من مهرجان العالمين في نسخته الثانيه تحت شعار العالم عالمين. اليك زميلي عمرو. يعني انا بشكر زملائي الكرام، زميلي العزيز محمد الجباس وزميلي العزيز محمد شاهين وزميلي العزيز محمد زهران، وزي ما حضراتكم تابعتم خلال هذه التغطيه من هذا البرنامج مختلف الانشطه والفعاليات سواء الترفيهيه والرياضيه والثقافيه وغيرها من الفعاليات كل يوم في مهرجان العالمين الجديده في جديد، سواء من خلال العروض المسرحيه او الفنيه او الحفلات الغنائيه والموسيقيه او ايضا الرياضات المتنوعه سواء الرياضات الشاطئيه او الجويه او مختلف الرياضات والبطولات التي تنطلق على مدار هذا المهرجان. كل يوم في مهرجان العالمين الجديد في فعاليات مختلفه، وان شاء الله خلال الايام المقبله هنشوف فعاليات مختلفه سواء مهرجان الطهي او نبته او عروض الازياء ان شاء الله اللي هتكون هنا موجوده في مهرجان العالمين الجديده. خلينا اقول لحضراتكم ان كان النهارده حاجه مهمه جدا اللي هو اطلاق شارع خدمه الصحيه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار، وهذا الشارع الذي يقدم الخدمة الصحية لرواد مدينة العالمين الجديدة ورواد مهرجان وزوار مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. ومش بس كده، ده بيقدم خدمة صحية للساحل الشمالي بالكامل من مدينة الحمام حتى مدينة مطروح. هذه الخدمة الصحية المتميزة التي تشمل مختلف المبادرات الرئاسية ومختلف التخصصات، هذا بجانب تواجد مستشفى العالمين الجديدة هنا في مدينة العالمين التي تقدم الخدمات الصحية لمختلف الزائرين. أنا بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله نكون يعني قدرنا نغطي مختلف الجوانب الخاصة بمهرجان مدينة العالمين الجديدة اللي إن شاء الله مستمر مع حضراتكم حتى انتهاء شهر أغسطس، واللي بالمناسبة 60% من إيرادات وأرباح هذا المهرجان ستذهب لدعم القضية الفلسطينية. نشوف حضراتكم على خير في تغطية جديدة من برنامج العالم في العالمين.